يعني أسئلة كتير جدا ربما بتدور حوالين أن دولة الاحتلال تقدر أنها تعلن انسحاب لواء زي لواء جولاني، وهو يعني لواء ربما يكون لواء مخضرم في عدد كبير من الحروب. نرجع مرة تانية لحضرتك يا دكتور، وربما السؤال اللي كنت بنتكلم فيه مع حضرتك أن لواء جولاني مؤسس من 48 خاض عدد كبير من العمليات العسكرية، مش بس مع الجيش بصفته أحد أهم ألوية الكوماندوز داخل دولة الاحتلال، ولكن عمل عمليات نوعية خارج الحدود زي عملية عنتيبي، زي دخوله في لبنان سنة 78، طبعا بخلاف الاستنزاف والعدوان الثلاثي وكل الحروب اللي خاضها مع الجيش الإسرائيلي. أن تقوم دولة الاحتلال بإعلان انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة، ده أمر معنويا على جنودها ودولتها ليس بالشيء الهين، رغم ان هو بيقول ان هو هيعلن من اجل اعاده تنظيم صفوف ويعود مره اخرى. تعليق حضرتك. يعني شوف، اولا اعلان اسرائيل سحب لواء جولاني نظرا للضربات المتتاليه التي وجهتها المقاومه لهذا اللواء. فبالتالي هذا اللواء يعتبر من الالويه الاولى في التاسيس في اسرائيل قبل حرب 48 بثلاث أشهر، وسمي نسبة لهضبة الجولان، وخاض العديد من الحروب. كان أولها 48 وحرب 56 وحرب 67 و73 و82 وأيضا 2000 و2006 في لبنان، والعديد من مراحل العدوان على قطاع غزة كان مشارك فيها، وكان بخلاف العمليات النوعية خارج الحدود، خلاف العمليات النوعية التي كلف بها لأنه من الألوية النخبة والأولى في إسرائيل. وأيضا في عام 2014 كانت هناك خسائر كبيرة لهذا اللواء، وجاء قائد اللواء ليعلن بأنه سينتقم لهذا اللواء لواء غولاني لما حدث في 2014 عندما قتل ما يزيد عن 14 جندي في معركة الشجاعية، ووقع في هذا الكمين أيضا أكثر من 11 جندي ما بين قائد ورقيب والعديد من القادة داخل هذا اللواء. انسحاب هذا اللواء له أهداف، يعني أولا نفسية، الجيش تعرض لضغوط نفسية من شدة المقاومة في الشجاعية وفي قطاع غزة بشكل عام، فبالتالي خوف على هذا الجيش تم سحبه بعد 60 يوم من القتال داخل قطاع غزة. وللعلم هو فقد في غلاف غزة في حرب أو في معركة الطوفان الأقصى أكثر من 70 حسب ما وردته الأنباء الإسرائيلية، وفقد في قطاع غزة في المعارك الدائرة فقد أكثر من 45، فبالتالي هذه النسبة كبيرة، يعني جيش يفقد أكثر من 40% من قوته العسكرية والعتاد، ولهذا يعتمد على المرتزقة. وفي يعني تقارير دولية تحدثت أو صحف، يعني المرتزقة في الجيش بشكل يعني شامل أو عام، من فرنسا، من أوكرانيا، من روسيا، من بولندا، من العديد من الدول التي تأخذ الجنسية الإسرائيلية وتلتزم في الجيش الإسرائيلي. المرتزقة لهم أدوار، هناك مافيا أيضا هي التي تشغل هؤلاء المرتزقة وترسلهم إلى إسرائيل ليقاتلوا مقابل يعني مبلغ ما يقارب 4000 إلى 4500 دولار، فبالتالي عندما يأخذ 4500 دولار خلف المكافآت وخلف الأمور الأخرى التي يأخذها من المحتل الإسرائيلي، فهذا شيء كبير بالنسبة لهذا الجندي، ولا يعنيه إلا تنفيذ التعليمات والقتل. يعني كل فرد إسرائيلي يعتبر جندي، حتى المستوطنين بيتم تسليحهم وبيعتدوا أيضا على الفلسطينيين. المستوطنين تم تسليحهم ب 250 ألف قطعة سلاح بن غفير أعلنها، وتم إعلانها في التلفزيون الإسرائيلي أثناء تسليم المستوطنين. الضفة الغربية تعاني طبعا الكثير من الإعدامات والقتل، ما يزيد من 7 أكتوبر حتى اللحظة ما يزيد عن 300 شهيد داخل الضفة الغربية. صحيح.
منذ بداية العدوان على غزة، وأكثر من 4500 معتقل أيضا ضمن السياسة التدميرية في الضفة الغربية، ويعني تنفيذ شيء مماثل لما يحدث في قطاع غزة تنفيذه في الضفة الغربية. يعني هذا اللواء، نرجع إلى اللواء، اللواء يعتبر من الألوية الأولى في إسرائيل، وبالتالي سحبه حفاظا على هيبة هذا اللواء، مع أنهم أظهروا أنهم يعني سعادة بالغة، السعادة البالغة لأنهم هربوا من جحيم المقاومة ومن فواهة البنادق للمقاومة داخل قطاع غزة، فبالتالي انسحابهم كان لهم يعني طوق نجاة من القتل المستمر في قطاع غزة. زي ما حضرتك تحدثت، حتى السيطرة على حي الشجاعية هي سيطرة جوية ليست برية بأي شكل من الأشكال. لا، هناك سيطرة برية أيضا في الشجاعية، نظرا لأن إسرائيل قبل أيام أعلنت وعبر الشاشات بتدمير أكثر من 56 منزل صحيح دفعة واحدة. هذا انتقام، يعني هذه ليست حرب طبعا. صحيح. والذي يحدث في قطاع غزة ليس بحرب عادية، لم يحدث في التاريخ الحديث حرب مثلما حدثت في قطاع غزة. أكثر من 75 بل يزيد عن 90% من المناطق في شمال غزة وغزة مدمرة، بالإضافة إلى المنطقة الجنوبية، في أسبوعين دمر ما يزيد عن 30%، بالإضافة إلى المجاعة التي تحدث في قطاع غزة بسبب شح المياه والأكل وبسبب انتشار البكتيريا والأمراض. كل هذه يعني إسرائيل مارست نوعين من القتل، قتل بالصواريخ وقتل بالتجويع. طبعا.